السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على لايك عشان يوصلك كل جديد، والآن نوفيكم بأسعار كاميرا كانون في الجديدة في مصر 2024. ونبدأ كاميرا كانون بدون مرآة R10 بنظام كهربائي بصري زائد عدسات بمحرك متدرج 18-45 ملي ب 58500 جنيه مصري. كانون كاميرا EOS 5 دي ماركة EV بودي أونلي 30.4 ميجا بكسل، كاميرا DSLR ب 105321 مصري، كاميرا DSLR EOS 5 دي ماركة EV من 24-105 مليمتر SLE بعدسات USM ب 143919 جنيه مصري، كانون كاميرا EOS بعدسات 2000 دي من 18-55 EF دقة وضوح 24.1 ميجا بكسل ب 27000 جنيه مصري، كانون كاميرا EOS M50 من 45 من 15-45 مليمتر STM كيت أسود 39900 جنيه مصري، كاميرا رقمية بنظام الكهروبصري EOS أسود RFS 18 من كانون ب 52650 جنيه مصري، كانون كاميرا رقمية EOS من 55-18 دي 250 مليمتر 24.1 ميجا بكسل أسود ب 38400 جنيه مصري، يونغو عدسة تركيز يدوية YN 50 مليمتر عدسة برايم قياسية بفتحة كبيرة FX DX متوافقة ب 6165 جنيه مصري، عدسة أساسية قياسية F1 8N 50 ملم بتقنية التركيز التلقائي أو اليدوي لكاميرات نيكون ب 6149 جنيه مصري، كاميرا غير عاكسة مع مجموعة عدسات ROFS من 18-45 ملم بعد محرقي 6.3 F وميزة التثبيت ب 40230 جنيه مصري، كاميرا كانون EOS RFS R 10 من 1-18 مقياس 150 ملم عدسة STM ب 57253 جنيه مصري، كاميرا نيكون دي 850 مع AFS 24-120 ملي مجموعات عدسات 4F G بخصية تقليل الاهتزاز 138095 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار كاميرا كانون في مصر 2024. لا تنسوا الاشتراك في القناة في الزر الجرس. دعم الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.